طائرة ورقية يتحكم بها طفل ويناور لقطع خيوط الطائرات الورقية الأخرى في معركة طفولية سلاحها الورق والخيوط في سماء أفغانستان. مشهد يفتتح فيلماً مقتبساً عن رواية تحمل اسم The Kite Runner المتحكم بالطائرة الورقية. مشهد يختزل أحلام الطفولة بالتحليق والطيران، ولكنه يخفي أيضاً أن ما تحمله السماء الأفغانية والباكستانية اليوم للأطفال من هدايا يقتلهم ويقتل أحلام من ظل منهم حياً. فالطائرة الورقية تحولت إلى طائرة حربية، والخيط تحول إلى جهاز لاسلكي، فامتلأت سماء باكستان وأفغانستان بطائرات حربية دون طيار. هذه الطائرات الدرونز تقصف مناطق آهلة من السكان بغية التخلص من إرهابيين، فيذهب ضحيتها في سبيل تحقيق هدفها مدنيون من نساء وأطفال وشيوخ. فمن غرفة التحكم البعيدة ومن علو الطائرة في السماء لا يمكن تمييز طفل بدأ يشكل حلمه وينظر إلى السماء على أنها أرض أحلامه الجميلة وبين إرهابي يكره الحياة ويحب بث الرعب والموت. ما يحدث في السماء يؤثر على ما يحدث في الأرض، هذا ما يبدو أنه حقيقة لا يمكن الجدال فيها، وهو ما ظهر كجواب أخير في فيلم The Kite Runner حين كان الحل باستبدال الأرض والسماء لطفل الهزار الأفغاني من خلال تهريبه من مقبرته في أفغانستان إلى جنة موعودة في الولايات المتحدة. فهناك فقط يمكن أن تستعيد السماء دلالتها الجمالية والخيالية كأرض لأحلام الأطفال حين يلعبون بطائرة ورقية.